بالفعل، ولافت أنهم قتلوا في مناطق شمالي قطاع غزة، المناطق التي يفترض أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يركز فيها عملياته منذ بداية هذه الحرب، ويفترض بحسب إعلانات رسمية إسرائيلية أنه سيطر على مناطق شاسعة من شمالي قطاع غزة. تحدث بشكل علني عن سيطرته على منطقة بيت حانون وعلى منطقة جباليا رغم المعارك الدائرة هناك، لكن الجنود الإسرائيليون مستمرون في الإصابة وفي القتل بحسب البيانات الرسمية للجيش الإسرائيلي. صحيفة دعوة أحرنوت تكشف اليوم عن أسباب جديدة لقتل وإصابة الجنود الإسرائيليين، وهي نقلها عن جنود ميدانيين في الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي القسام تمكنوا من العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. كانوا قد تركوا هذه المناطق على إثر اشتداد المعارك وعلى إثر تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الأنفاق هناك، ولكن الآن بعد أن هدأت الأوضاع تدريجيا عادوا إلى تلك المناطق ويستخدمون القنص ويستخدمون أيضا الصواريخ المضادة للدروع. وتتحدث الصحيفة صباح هذا اليوم عن وجود قنابل أو متفجرات على جنبات الطرق الرئيسية، على ما يبدو الطرق التي يمر منها الاحتلال الإسرائيلي، أو يعتقد أنه انتهى من السيطرة على تلك المناطق أو السيطرة من تمشيطها. يعود مقاتلو القسام بحسب صحيفة دعوة أحرنوت إلى المواقع التي يعتقد الجيش الإسرائيلي أنها مواقع آمنة وينشر فيها قواته على الأغلب باستخدام أنفاق من تحت الأرض. هذا تطور هام جدا يشير إلى أن عمليات الاحتلال الإسرائيلي معقدة أكثر مما كان يتصور، وأكثر من الصورة التي نقلت حتى الآن. بمعنى أو بآخر، لا توجد مناطق آمنة في قطاع غزة، والجنود الإسرائيليون ليسوا فقط يواجهون مقاتلي القسام أمامهم، إنما أيضا الآن من خلفهم، لأنهم يعودون من الأنفاق. هذا يضيف تعقيدا جديا على سير المعارك، والمحصلة استمرار مقتل وإصابة جنود إسرائيليين كما يعلن الجيش الإسرائيلي زاهر. نعم، يدعو أحرنوت أيضا تتحدث اليوم أحمد يعني بانتقادات واسعة لحكومة نتنياهو، وتقول بأن هنالك ما يشبه ربما الإجماع على أن خطط نتنياهو لإنهاء حماس ولتحقيق هذه الأهداف هي لا تتعدى أن تكون أمنيات. بالفعل أمنيات. تقول الصحيفة والمحلل كبير محللي الصحيفة وهو ناحم برميع يقول إن هذه الأمنيات تكون مفهومة في الأيام الأولى للحرب على إثر الضربة الهائلة التي تعرضت لها إسرائيل في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، لكن بعد ذلك لا يمكن أن تتحول هذه الأمنيات إلى خطط عسكرية أو إلى استراتيجية عسكرية لمواجهة قطاع غزة. هناك شبه قناعة أن العملية العسكرية الإسرائيلية ستتراجع خلال الفترة المقبلة. هناك تفاوت إن كان سيحدث ذلك في بداية العام أو في منتصف العام أو حتى في منتصف يناير المقبل عفوا أو حتى في نهاية يناير، لكن هذه القناعة تتزايد أن إسرائيل تتجه للحد من عملياتها في قطاع غزة خصوصا الغارات الجوية. هذا الأمر سيسبب إحباطا لدى الإسرائيليين الذين على إثر التصريحات التي أدلى بها المستوى السياسي الإسرائيلي، ليس فقط بنيامين نتنياهو بالأساس، لكن أيضا يوآف جالانت وزير الأمن الإسرائيلي والوزير في مجلس الحرب بيني جانتس، الذين تحدثوا بشكل واضح عن القضاء على حركة حماس بالكامل وألا يشكل قطاع غزة تهديدا لاحقا لإسرائيل. هذا الأمر لا يمكن تحقيقه خلال الفترة القليلة المقبلة، هذا إن كان تحقيقه بشكل عام، وبالتالي هناك توقعات بإحباط بين قوسين إسرائيلي من نتائج هذه الحرب، على الأقل نتائج المرحلة المقبلة، نتائج المرحلة الحالية عند انتقال إسرائيل إلى المرحلة المقبلة. حتى الآن لم يصارح أي مسؤول إسرائيلي الإسرائيليين بشكل عام أن إسرائيل تفكر في الانتقال للمرحلة المقبلة، وهناك تفاوت أصلا لدى المسؤولين الإسرائيليين في وصف المرحلة التي نحن نتواجد فيها الآن. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يتحدث عن 3 مراحل، رئيس وزير الأمن الإسرائيلي يتحدث عن 4 مراحل حتى الآن مرت بها الحرب على قطاع غزة، وهناك عدم إجماع في إسرائيل على توصيف ما جرى حتى الآن، فكيف بما بتوصيف بما يجري لاحقا زاهر؟